هل نشر الشبهة فيه إثم شرعي؟ طيب شيخنا الكريم، هل نشر الشبهة فيه إثم شرعي؟ يعني طبعا كبير جدا. بعض الناس اليوم إطلال. يتندرون بهذه القضايا يا سيدي. في عنا شوفي عنا معاصي كبيرة، قتل، زنا إلى آخره، أعلى معصية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أذكر مرة أنه أحد العلماء بالشام كان بمصر وحضر وفاة أحد أكبر علماء مصر، أعلى منصب ديني، شيخ الأزهر، أقسم بالله وهو على فراش الموت رفع يديه هكذا وقال: يا رب أنا بريء من فتاوى المصارف. أنا بريء من فتاوى المصارف، يعني فتى بغير علم. بالمناسبة الإنسان قد يفتي بغير علم، بس من هو المجرم الذي يفتي بخلاف ما يعلم؟ يعلم الحق ويفتي بالباطل لمصلحة ما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا خشي العالم أو المفتي غير الله نطق بالباطل تملقا وسكت عن الحق خوفا، انتهت دعوته كلها. يعني هو العالم له مليون صفة، الله صفة واحدة، هذه الصفة اسمها بالبلاغة مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي. إن ألغيت ألغي الموصوف. لما سميت السيارة سيارة؟ يعني تسير، لو ما بتمشي مع السيارة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، صفة واحدة، ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا خشي العالم أو المفتي غير الله تكلم بالباطل تملقا وسكت عن الحق خوفا، انتهت دعوته.